نوفل بك شي حبيبي؟ لا ما بي شي. يعني راجع من وقت وفكرك مشغول، صاير شي؟ لا ما صاير شي. اليوم شفت إيهاب بالصدفة. أشو هذا حكي وياي ناعم وهاي مو عوايدة. أكيد هاي سوالف رفاه. شوف إيش عدها. زين إيهاب ما قال شي؟ لا ما قال، بس أنا حسيت يريد يقول شي. وهذا إيهاب واعم ما يتأمن. حتى مرته ما تتأمن. أنا أصلاً ما ارتاح لها. تخيل حتى أمي تقول عليها العقربة.